اهلا بيكم، واخيرا ده اول فيديو اسئله هعمله من زمان جدا، وانا نفسي اعمل فيديو اسئله بس للاسف ما كانش في وقت كفايه ان اعمل الفيديو ده، ودلوقتي جه الوقت ان هنبدا فيه اول فيديو واكيد مش هيكون الاخير، فبدون ما نضيع وقت كتير يلا بينا نبدا. واول سؤال من ياسر، واكتر سؤال خد لايكات، عايز اعرف كل معلوماتك الشخصيه، اسمك، اسم والدك، متجوز ولا لا، وعندك اولاد، وبتشتغل ايه غير يوتيوب؟ طبعا طيب، اول حاجه اسمي اكيد احمد، اسم والدي اكيد مدحت اسم احمد مدحت. تاني حاجه، متجوز ولا لا؟ لا مش متجوز. عندك اولاد؟ اكيد لا، بما اني مش متجوز. طيب بتشتغل ايه غير يوتيوب؟ حاليا انا متفرغ بس لليوتيوب، مفيش اي حاجه تانية مع اليوتيوب، وده مساعدني اكتر بكتير ان اقدر اعمل لكم فيديوهات بشكل اكتر. وعلشان نقفل موضوع الشغل ده خالص، لان في اسئله تانية جات لي، يعني انه كنت شغال ايه؟ انا كنت شغال في شركه هواوي، قبلها كنت شغال في شركه اوبو، وفي الاثنين كنت شغال ترينر او مدرب، وكانت مهمتي او شغلانتي ان انا بدرب البروموترز او السيلز مان، او اللي تقدروا تقولوا عليهم البياعين اللي تبع الشركه اللي بينزلوا يقفوا في المحلات، ان هم ازاي يبيعوا اجهزه الشركه سواء في هواوي او سواء في اوبو. ده طبعا من خلال المعلومات اللي هم يكونوا عارفين السبيكس والحاجات الاساسيه في الموبايل، ونقط بقى البيع ونقط القوه في الموبايل ونقط الضعف، وازاي لو عندهم نقطه ضعف في الموبايل يرد عليها. وفي نفس الوقت كنت بحاول انقل لهم شويه من خبرتي في مجال السيلز او المبيعات. وبسبب شغلي في هواوي واوبو ممكن ادعي ان انا اكتر حد ممكن يكون عارف مميزات وعيوب الموبايلات اللي بتنزل من الشركتين. وبعد كده مستر جيمر بيقول، ايه الموبايل الشخصي اللي بتستخدمه حاليا، وانهي شركه احسن، هواوي، شاومي، اوبو؟ انا فعلا ما عنديش موبايل شخصي دلوقتي ما بستخدمه، يعني كل اسبوع تقريبا بغير موبايل. بالنسبه بقى للجزء الثاني من السؤال، انهي شركه احسن، هواوي ولا شاومي ولا اوبو؟ بصوا، هي مش احسن واوحش، لان كل شركه ليها مميزات وليها عيوب، فممكن اقول لكم اللي بيميز كل شركه ايه عن الثانيه، او ايه الحاجات اللي ممكن تكون مش عجباني في كل شركه. خلونا نبدا الاول بشاومي. شاومي هي افضل شركه في العالم، وده بدون منازع، ومش رايي انا بس، راي كل الناس. بتدي قيمه مقابل سعر، يعني اكتر شركه هتديك قيمه مقابل الفلوس اللي انت هتدفعها في موبايل هي شاومي، ده مفهوش نقاش. بس فيها حتتين لازم يتظبطوا، او فيها نقطتين لازم يظبطوهم. النقطه الاولى هي الاعتماديه، ان انا اجيب الموبايل وانا واثق مليون في الميه ان الموبايل تمام، مش هيكون فيه اي حاجه. والنقطه الثانيه هي خدمه ما بعد البيع او الضمان، وحتى الفتره اللي بعد الضمان. طيب بعد كده عندنا اوبو. اوبو اكتر حاجه بتميزها هي خدمه ما بعد البيع والاعتماديه، يعني نسبة ان انت تجيب موبايل من اوبو ويطلع فيه حاجة نسبة قليلة جدا. وكمان مستوى خدمة ما بعد البيع عندهم ممتاز، يعني اوبو في الاعتمادية وخدمة ما بعد البيع بصنفها من الشركات الاولى في مصر على المستوى ده. عيوب بقى اوبو او الحاجات اللي ما بتميزهاش قوي، انها ما بتديش قيمة عالية مقابل السعر اللي انت بتدفعه، يعني موبايلات اوبو شوية ما بتديكش سبيكس عالية مقارنة بالمنافسين الموجودين. واوي بقى بتقع في النص بين شاومي وبين اوبو، يعني في الاعتمادية وخدمة ما بعد البيع ماشية بشكل كويس جدا في السوق المصري، وكقيمة مقابل سعر تقدر تقول انها في النص بين شاومي وبين اوبو. يعني موبايلاتها، او بما انها بتنزل موديلات كتيره جدا، في موديلات بتحس انها بتدي قيمه مقابل سعر عاليه، وفي موديلات تانية بتحس انها بتقدم قيمه مقابل سعر منخفضه شويه، فهي تقدر تقول ان هي واقفه في النص بين شاومي وبين اوبو، اوقات بتقدم قيمه مقابل سعر عاليه وفي اوقات تانية بتكون اقل. بعد كده عندنا سؤال من محمد، انت اخترت اليوتيوب كعمل ولا هوايه، او كيف ابتدت قصتك مع اليوتيوب؟ اخوك من المغرب. مبدئيا لازم اوصل سلامي لاهل المغرب، لانها من اكتر الدول اللي متابعاني بعد مصر، هي مع السعوديه والجزائر. ثانيا، اخترت اليوتيوب كعمل ولا هواية؟ هو كانت في الاول هواية وبعدين اتحولت لعمل، بس هي كانت هواية مخطط ليها، ما كانش حاجة عشوائية، يعني انا كنت بادئ وكنت عارف انا بعمل ايه. ثانيا، ازاي قصتي بدأت مع اليوتيوب؟ مش عارف الحقيقة، بس هو تقدر تقول انه انا لما كنت بفكر في الموضوع ده كنت بفكر فيه انه انا هقدر اكون كويس جدا في مجال اليوتيوب، وده لاسباب بسيطه جدا. مبدئيا لان مجال شغلي له علاقه بالموبايلات، والحاجه الثانيه انه انا من 2005 وانا شغال في مجال الموبايلات، شغل كشغل مش هوايه. يمكن بس في سنتين ثلاثه في النص تقدر تقول هم اللي ما اشتغلتهمش في مجال الموبايلات، فانا عندي خبره بتتكلم في حوالي 13 سنه خبره في مجال الموبايلات، فدي حاجه من الحاجات الثانيه اللي شجعتني. ثالثا، انا مجال دراستي كمان كانت نظم معلومات اداريه، فهي ريليتد شويه بالتكنولوجي. ورابعا، انه وانا كمان كنت مهتم جدا بالتصميم من زمان جدا، وانا بتعلم حاجات في التصميم ولوحدي، ما كنتش باخد كورسات او كده. كنت بدات بالفوتوشوب، وبعد كده حاولت ادخل مجال الجرافيكس. مجال المونتاج ما كانش عندي فيه اي خبره، بس بسهوله جدا قدرت اخد فيه خبره فيه، لان كان ليه علاقه كبيره جدا اصلا بالبرامج اللي ليها علاقه بالتصميم عامه. فلما بدات في الادوبي بريمير
الموضوع كان سهل، ما كانش صعب بالنسبه لي. فكل الحاجات دي خلت مستواي يتطور بشكل سريع اكتر شويه من ممكن من معظم الناس اللي بتبدا في اليوتيوب. بعد كده في سؤال مميز من احمد بيقول هو ايه الفرق بين اداء فلاج شيب وموبايل اقتصادي، مع ان الموبايلات اللي ب 4000 جنيه سريعه جدا واحتماليه التهنيك فيها قليله. الاجابه على السؤال ده بشكل سريع ان فعلا ممكن تجيب موبايل ب 4000 جنيه وما يهنكش، بس ده معتمد على استخدامك انت الشخصي للموبايل، بمعنى انه ممكن فعلا المعالج اللي يكون مناسب بالنسبه لك ب 4000 جنيه يكون في شخص تاني بالنسبه له هو بيستخدم ابلكيشنز محتاجه اداء اعلى بكتير من الابلكيشنز اللي انت بتستخدمها، فعلشان كده هو هيكون محتاج اداء اعلى من كده، فانت ممكن يكون المناسب بالنسبه لك ب 4000 مش مناسب لحد تاني. وفعلا انت لو مناسب بالنسبه لك ب 4000 محدش خالص ممكن يقول لك اشتري موبايل فلاج شيب، لان اللي هيقول لك كده هيكون مش فاهم، لان هو احنا مش بنشتري الحاجه القويه، لكن احنا المفروض بنشتري الحاجه اللي احنا فعلا هنستخدمها. يعني انت لو شايف نفسك الموبايل مناسب معاك ب 4000 جنيه فانت فعلا مش محتاج لفلاج شيب. الحاجه الثانيه ان الفلاج شيب بيديك حاجات اسمها قيمه مضافه، بمعنى ان هو الموبايل بس مش اداء، موبايل اداء، بطاريه، شحن سريع، شاشه مميزه، كاميرا مميزه، امكانيات تصوير جديده، موبايل بيشحن شحن لاسلكي، موبايل فيه مميزات جديده لسه ما نزلتش في اي موبايل. فانت دايما في الفلاج شيب بتختبرها لاول مره، فدي عظمه الفلاج شيب انها بتديك قيمه اضافيه اعلى بكتير من الموجوده في الفئه المتوسطه، مش بس موضوع اداء. بعد كده عندنا سؤال اتسالته كتير جدا، انا بجد محتار اوبو اف 7 ولا بي 20 لايت، انت تختار اوبو ولا هواوي؟ والمحتار زي يدوس لايك. طيب السؤال ده انا عملت مراجعه طويله جدا فيها مقارنة بين الموبايلين دول، فانت ممكن تدخل تشوف المقارنة دي من الاي اللي هتظهر لك دلوقتي فوق، فده هيسهل عليك كتير وعليا. بس لو عايزين الموضوع باختصار عشان انا بتسأل السؤال ده كتير جدا رغم ان انا عامل المراجعة، يعني كل واحد فيهم طبعا ليه مميزات وله عيوب. فبشكل سريع كده، اوبو اف 7 الاداء بتاعه سريع جدا، سريع بيطير في موضوع السلاسة بالذات، يعني سرعة فتح التطبيقات وقفل التطبيقات الأداء فيه عالي جدا بالنسبة للفئة السعرية اللي هو موجود فيها. بيعجبني كمان أداء البطارية بتاعته، بيديني عدد ساعات كويس جدا، مفيش سكرين اون تايم للأسف عشان أقول لكم وقت، بس هو بيقضي معايا اليوم لآخره مع إن أنا شغل على الموبايل تقيل، فدي حاجة كويسة. بالنسبة بقى لمميزات البي 20 لايت، أول حاجة طبعا التصميم ومواد التصنيع أفضل شوية من الإف 7، والكاميرات بالنسبة لي أفضل شوية، مش فرق كبير بس أفضل شوية من الموجودة في إف 7. بالنسبة لعيوب الموبايلين أقدر أقول لك إن عيوب الإف 7 في مواد التصنيع، يعني طول ما أنا شايل الموبايل حاسس إن أنا شايل الموبايل المفروض إن هو بسعر أو مواد تصنيع في أسعار اقل من كده بكتير. والحاجة التانية موضوع الاشعارات، يعني ساعة كاس العالم ما كانش في اي حاجة بتوصلني من 365 سكور، وانا طبعا عارف في السوفت وير بتاع اوبو كويس جدا، في حوالي 4-5 خطوات كده ممكن تعملهم بيحل لك الموضوع ده بس بشكل مؤقت، اللي هو ساعة كده وبعدين تلاقي تاني يرجع تاني ما فيش اي اشعارات هتوصلك، فدي بالنسبة لي برضو كانت ازمة كبيرة جدا. بالنسبة للبي 20 لايت الاداء بيقل بشكل ملحوظ بعد فترة، فاتمنى لو يبقى فيه اهتمام من هواوي بموضوع تحديثات واجهة المستخدم وان هم يشوفوا حل الموضوع ان الواجهة بتتقل بعد فترة، برغم انه على حد معرفتي المفروض الموضوع ده هيتحل في الموبايلات اللي هتنزل جديدة او هيبدأ يتحل. والحاجة التانية اداء البطارية 6.5 ساعات سكرين اون تايم، وده هتكفيك اليوم كامل لو كان استخدامك خفيف، لكن لو استخدامك تقيل شويتين لا هتضطر تشحن الموبايل دايما قبل نهاية اليوم. بعد كده محمود بيسأل سؤال برضه من الاسئلة اللي اتسألت لي كتير جدا بس بطرق بقى ومختلفة ومع امثلة مختلفة. هل ايفون 6 بلس ينفع في 2018؟ هل نوت 5 هيفرق في الاداء ولا لا؟ طيب بغض النظر عن نوت 5 هيفرق في الاداء ولا لا، اي جهاز ايفون 6 او 6S وطبعا بالبلاصات بتاعتهم فاكس، ما تجوش ناحيتها خالص. يعني اي سعر هتدفعه في الموبايلات دي بنفس السعر هتقدر تشتري موبايل اقوى في الاداء وفي الكاميرا وفي كل حاجه تقريبا. فنصيحه اي حد بيفكر يشتري ايفون 6 او ايفون 6S يبعد عنهم تماما ويشتري اي حاجه بالفلوس اللي معاه في نفس الفئه السعريه. بعد كده عندنا سؤال من احمد، انت بتودي الموبايلات اللي بتعمل عليها ريفيو فين وعليها 78 لايك؟ سؤال من الاسئله اللي الناس مهتمه جدا بيها واللي برضه لقيتها كتيره جدا. الموبايلات دي في جزء منها بيتباع وجزء منها بيفضل معايا، وهقول لكم ليه في جزء بيتباع وليه في جزء بيفضل معايا. الجزء اللي بيتباع عشان اخد الفلوس بتاعته واعمل بيها حاجتين، يا اما هشتري بيها موبايلات ثانيه اعمل لها ريفيوز، ده لو الموبايلات دي ما اتبعتتليش من الشركات، او هحاول اطور المحتوى بتاع القناه. يعني الشهر ده انا بشتري معدات بارقام فلكيه، اشتريت جزء منها خلاص، اللي دخل لي من ورا الموبايلات اقل بكتير، يعني الرقم اللي دخل لي من الموبايلات قد كده والرقم اللي انا صرفته على المعدات قد كده، فطبيعي ان انا
هحاول دايما اطور القناه، ودايما هحاول اشتري معدات تخلي المحتوى اللي انا بقدمه مميز اكتر. ولسه مش راضي ابدا عن المحتوى اللي انا بقدمه، لسه عندي كتير ممكن اقدمه. فده الجزء الاولاني. الجزء الثاني بقى الموبايلات اللي بتفضل معايا عشان بحتاجها بعد كده في مقارنات. يعني بكون عارف ان في موبايل هينزل بعد شهر، الموبايل ده كذا، فساعتها عارف ان انا هعمل مقارنه بين الموبايل ده والموبايل اللي معايا، فبسيب الموبايلات دي لفترات طويله معايا لان عارف ان انا هحتاجها لمقارنات بعد كده. بعد كده سؤال من احمد بيقول: ما هي اللحظه التي قررت فيها ان تبدا يوتيوب؟ اللحظه اللي قررت فيها ابدا على اليوتيوب هي اللحظه اللي انا قررت فيها ان انا انقل المحتوى بتاعي من مجموعه صغيره جدا بقدم لها المحتوى ده في الشغل بتاعي لعدد اكبر بكتير جدا على يوتيوب. سؤال من عمر بيقول: هو ازاي منتجك جامد كده؟ اخر حاجه، هو انت بتمنتج من على ايه؟ وايه هي مواصفات الجهاز اللي انت بتمنتج عليه؟ وشكرا. طيب انا بمنتج على ادوبي بريمير، ده رقم واحد. رقم اتنين، الجهاز اللي انا بمنتج عليه مواصفاته رديئه جدا، مطلع عيني، بس قريب جدا، ويعني دي مفاجاه احرقها لكم، جهاز المنتج الجديد جاي وهيكون جهاز قوي جدا وهنعمل عليه فيديوهات في القناه. فخليك عامل سبسكرايب او تاكد ان مفعل زرار الجرس. وعمرو دلوقتي بيسال سؤال برضو من الاسئله اللي انا سالتها بشكل كبير جدا تقريبا لحد دلوقتي. انا الاسئله اللي بجاوب عليها هي اسئله اتكررت بشكل كبير جدا في التعليقات. انت ساكن فين بالظبط بالتفصيل؟ طيب هو في محافظه اسمها الدقهليه، في ليها عاصمه اسمها المنصوره، وجنب المنصوره في مدينه او مركز اسمه السنبلوين. انا ساكن في مدينه السنبلوين دي، ده بالتفصيل الممل يعني كده، ناقص عنوان بيتي بس. بعد كده عمرو بيقول: مين اللي شجعك تعمل قناه على اليوتيوب؟ والله هو في تشجيع معنوي وفي تشجيع حقيقي حصل. اللي شجعني تشجيع حقيقي كان اخويا محمد، هو دلوقتي في السعوديه فحشني. طيب محمد شجعني تشجيع حقيقي لسبب، لان انا لما فكرت ابدا القناه فانا كنت مقرر كده من الاول، انا كنت مخطط لكل حاجه. يعني لما فكرت ابدا ما كنتش عشوائي، فاول ما بدات افكر فكرت معاه، وكنت عايز كاميرا عشان ابدا بيها، ما كنتش عايز ابدا بكاميرا موبايل والجو ده خالص، لان كنت عايز ابدا بمستوى عالي. فقلت له، اتصلت بيه قلت له: محمد انا بفكر في 1 2 3. فاللي هو انا حسيت او ايه، كان يعني كان انطباعي قبلها ان هو يكسر بقى مقاديفي، يا عم فاكس جو الاونلاين ده، وخاصه ان انا كان ليا تجارب سودا مع الاونلاين قبل كده، كنت عملت كذا حاجه في الاونلاين وما نجحتش يعني. فبالعكس بقى لقيته بيقول لي: طب تمام قوي، طب ما قشطه، شوف انت عايز كاميرا ايه. فساعتها بدات ادور على الكاميرات وبدات اقارن وكده لحد ما استقريت على الكاميرا اللي معايا دلوقتي. فبس حتى ساعتها لما جيت ادفع فلوس الكاميرا هو ساعدني بمبلغ كبير في فلوس الكاميرا في الوقت ده، فده اللي ساعدني مساعده فعليه. بالنسبه للمساعدات المعنويه، فاصحابي في الشغل كنت ساعتها في اوبو، واصحابي في الشغل كانوا مشجعيني جدا على الموضوع ده، وانا دلوقتي حابب اشكرهم جدا. هم مش بس وقفوا معايا في الموضوع ده، هم وقفوا معايا في موضوع التشانل دي كتير جدا. خليني بقى اقول اسمهم معلش يعني بالترتيب كده: في منير، وفي سالي، وفي كريم، وفي خالد، وفي مايكل، وفي يارا. وكمان بقى سالي ويارا، يعني عايز اقول لكم انه في الاوضه دي لما كنت بجهز الاستوديو يعني لفوا معايا لف اتبهدلوا في الشوارع يا عيني عشان نجيب الحاجات اللي انتوا شايفينها في الاستوديو دي. وخاصه ان انا ممل شويه في الاختيار، يعني كنت ممكن افضل في محل واحد بالساعتين ثلاثه بختار في حاجه واحده عشان بس كل حاجه تطلع مظبوطه مكانها. فشكرا لهم جدا، وانا عارف ان انا لو فضلت اشكرهم اكتر من كده بكتير مش هيكون اي حاجه من اللي هم عملوه. بعد كده احمد بيقول: هل هتعمل جيف اوي لل 50,000؟ ويا ريت لو عملت تكون حاجه قيمه قوي. بص يا احمد، هو انا بالفعل عملت وفعلا حاجه قيمه، هم موبايلين، ويظهر لك دلوقتي في الاي لينك الفيديو بتاع الجيف اوي، تقدر تدخل تشترك فيه وربنا يوفق الناس، وهيحصل السحب بعد 3 اسابيع من تاريخ نشر الفيديو، فاللي عايز يشترك في المسابقه يقدر يشترك. بعد كده محب بيسال سؤال: هو ليه شاومي نوت 5 نزل من الشركه بسعر 3666 جنيه وبيتباع ب 4000 جنيه؟ ازاي كده؟ هي شاومي اللي مسعره الهاتف ولا المحلات؟ الاجابه ببساطه ان التسعير الرسمي بتاع الموبايل 3666 جنيه، بس اول ما الموبايل نزل الكميه اللي نزلت كلها اتسحبت من السوق. كمان الشركه ما قدرتش انها توفر كميات اكبر للناس، فبالتالي المنتج بقى قليل جدا والطلب عليه كبير جدا، فهنا بدات المحلات تعلي سعر الموبايل لان الطلب عليه كبير جدا والمعروض منه قليل جدا. بعد كده محمد بيسال سؤال جميل جدا: انت ليه زملكاوي؟ في الحقيقة أنا بشجع نادي بيراميدز دلوقتي، ويعني فخور تشيرت الناحية دي ولا الناحية دي هنا، فخور بتشيرت بيراميدز جدا وتركي على شيء. والسؤال الجاي من توفيق وبيقول: ليه شركة زي أبل مثلا عاملة مكسبها من الموبايل عالي قوي؟ يعني ايفون اكس تكلفته 460 دولار بس واتباع ب 1000 دولار، وهكذا سامسونج في كل اجهزتها تقريبا بتعتمد انها تكسب مكسب جامد من الموبايل، مع انها لو قللت المكسب هتبيع اكتر وهيكسبوا.
خليني اقول لك ان الدنيا ما بتمشيش كده بالظبط. يعني التكلفه اللي انت بتشوفها على الموبايلات بعد ما بتنزل بفتره اللي هو يقول لك والله تكلفه الموبايل ده 460 دولار، التقارير دي كلها ما بتكونش دقيقه، بمعنى انه فعلا ممكن يكون تكلفه قطع الغيار 460 دولار، يا فوائد كتير بتكون اغلى من كده، لكن في حاجات كتيره ثانيه ما اتحسبتش لسه، ما اتحسبش مصاريف التشغيل، ما اتحسبش اجور الموظفين، ما اتحسبش البحث والتطوير، ما اتحسبش البراندنج والاعلانات اللي بتتصرف على التسويق للموبايل ده، وما اتحسبش المؤتمرات، وما اتحسبش خدمه ما بعد البيع او الفروع اللي موجوده والموظفين اللي فيها، ما اتحسبش حاجات كتيره جدا. الحاجات دي لما هتيجي تحسبها هتلاقيها بتعمل مبلغ ضخم هي كمان، ففي الاخر هتضيفه على 460 دولار فهيطلع لك مبلغ، وبعد كده كل شركه بتحدد هي محتاجه تكسب قد ايه. قبل سياستها ان هي بتشوف ان هي بتنزل في فئه سعريه واحده بس وبتبيع فيها بشكل معين وعايزه تحقق منها اكبر نسبه ارباح ممكنه، فعلشان كده بتحط نسبه ربح كبيره لنفسها، وخاصه ان اصلا جزء من تسويق ابل ان انا ببيع لك منتج غالي عشان تبقى فئه معينه هي اللي شايلاه. وبالنسبه لسامسونج فزي ما قلت من شويه في الفلاج شيب هي بتقدم قيمه مقابل سعر ممتازه جدا، لكن في الميد رينج يعني ما عنديش تفسير منطقي قوي. بعد كده السؤال بيقول مين افضل تقني مصري بالنسبه لك؟ الاجابه ببساطه انا. بعد كده سيف عنده سؤال بيقول انت ازاي بدأت كبير وايه معداتك لصناعة المحتوى اللي بتستخدمها بالتفصيل، شامل الكاميرا والعدسات والمايك والترايبود والاضاءة والمكان اللي بيكون وراك والجهاز المستخدم في الانتاج وبرامج. بالنسبة للجزء الاول من السؤال اعتقد ان اللي خلينا ابدأ بمستوى عالي شوية ان انا كنت مخطط لكل حاجة قبل ما ابدأ، وبالنسبة للجزء التاني اللي هو كل حاجة انا بستخدمها دي هتحتاج اكيد فيديو منفصل، فلو مهتمين بفيديو منفصل عن كل الحاجات دي اكتبوا لي تحت في التعليقات واكيد هنعمله. السؤال اللي بعده من جرجس بيقول عاوز اعرف ايه الفرق بين الرامات الاربعه والسته في جهاز اوبو اف 7، والاجابه ببساطه ان مفيش اي فرق في الاستخدام الفعلي، فلو هتشتري النصيحه اشتري الاربعه جيجا. بعد كده علي بيقول انت بتعرف ان في جزائريين يتابعونك؟ اكيد عارف ودي حاجه تشرفني جدا. والسؤال اللي بعده من حسين بيقول سؤال عميق، من انت في جمله واحده؟ احسن حد بيقدم محتوى تقني في مصر. بعد كده اسلام بيسال سؤال من الاسئله اللي اتسالت كتير جدا، انت ازاي بتتواصل مع الشركات عشان تبعت لك موبايلات؟ اشرح الموضوع بالكامل من الالف للياء لو سمحت. الاجابه ببساطه ان لنا ولا غير بنتواصل مع الشركات، العكس هو اللي بيحصل، الشركه هي اللي بتبدا تتواصل معاك. الشركات ما بتتواصلش معاك الا لو انت كنت بتقدم محتوى قيم جدا، لان ساعتها الشركات بتشوف فيك فرصه ممتازه انها تتواصل مع الناس اللي مهتمه بالتقنيه في مصر، فانت في المرحله دي بالنسبه لهم بتكون فرصه عظيمه جدا لانك هتقدم المنتج بتاعهم لاكتر عدد من الناس مهتميه بيه. سؤال من احمد بيقول المفروض انه معالج اونر 10 هو معالج بتاع فلاج شيب اللي هو بي 20 وبي 20 برو، بس شفت فيديوهات مقارنه اداء بين الاونر 10 والاوبو اف 7 اللي المفروض المعالج بتاعه اقل منه، كان الاوبو اداؤه متقارب حتى كان بيفتح بعض التطبيقات قبل الاوبو، قصدك الاونر، ازاي بقى؟ طيب حلو السؤال ده، الفكره انه الاداء ما بيتقاسش تماما بسرعه فتح التطبيقات، واي حد يقول لك ان الاداء بيتقاس بسرعه فتح التطبيقات هو ما يعرفش حاجة في مجال الموبايلات. سرعة فتح التطبيقات بتدل على حاجة واحدة بس اللي احنا بنسميها السلاسة، يعني الموبايل سرعة استجابته معاك بتكون عاملة ازاي، وده بيكون له علاقة بواجهة المستخدم او بالسوفت وير اللي موجود في الموبايل، ملوش علاقة بالهارد وير. يعني كل ما تكون واجهة المستخدم اخف كل ما هيكون فتح التطبيقات معاك اسرع، واجهة المستخدم اللي في اوبو اخف من الموجودة في اونر، فعشان كده بتفتح التطبيقات بطريقة اسرع. ولو عندك اندرويد ستوك اللي هو بنشوفه مثلا او اندرويد 1 اللي بنشوف اوقات في موبايلات من شاومي او انفينكس او نوكيا، ساعتها هيكون اسرع من اي واجهة مستخدم في السلاسة وفي سرعة فتح التطبيقات. طيب ايه بقى هو الاداء؟ الاداء الفعلي هو انك هتضغط على المعالج ده لحد قد ايه وهيفضل مستحمل معاك، وده اللي بتعمله برامج قياس الاختبارات، ان هي بتضغط على المعالج بتاعك بدرجه كبيره جدا وبتبدا تشوف المعالج بتاعك هيبدا يستحمل لحد قد ايه. يعني لو فتحت مجموعه من الابلكيشنز ضخمه مع بعض والمجموعه دي ضغطت على المعالج بشكل جامد، المعالج بتاعك هيستحمل لحد قد ايه وهيهنج ولا لا؟ دي بقى الفكره بتاعت الاداء. ولو لعبت لعبه تقيله جدا ساعتها الجي بي يو هيستحمل معاك لحد قد ايه في الالعاب التقيله جدا، وقيس على كده موضوع الاداء بشكل كامل، كل ما تضغط على الجهاز هيستحمل معاك ولا لا. هو ده بقى اللي احنا بنسميه الاداء الفعلي، مش مجرد سرعه فتح تطبيقات، فما بتتقاس خالص بالطريقه دي. بعد كده في نصيحه موجهه للقناه مش سؤال، من دون اساءه، صاحبي صوره البروفايل وحشه غيرها وارتاح. طيب هو انا فعلا ناوي اغيرها، وانا عارف انه في ناس مش حباها، بس هو الفكره انه دلوقتي في شركه شغاله لي على اللوجو الجديد او اللي هيكون بقى اللوجو الدايم للقناه، فانا بس مستني الشركه تخلص شغل على اللوجو، وبعد كده اول ما اوصل لشكل عاجبني وهرتاح له ساعتها هغير الصوره على طول، فما تقلقش استحملها بس شويتين كده. السؤال اللي بعده بيقول انت لما بدات اليوتيوب هدفك كان ايه؟ الاجابه ببساطه والله ومن غير يعني اي فلسفة
بفلسفه ومن غير اي حاجه، لانها في دماغي من زمان جدا، من قبل ما ابدا اليوتيوب من سنين. هدفي ان بعد ما اموت يكون اسمي لسه عايش من خلال محتوى انا كنت بقدمه. ما كنتش عارف ايه نوع المحتوى ده، بس لما جات لي فرصه اليوتيوب كنت شايفها فرصه ممتازه، فهو ده هدفي الاول والاخير. بعد كده عمر بيسال سؤال، ليه في حواف اسفل الموبايل؟ والسؤال ده اتسال تقريبا 3 مرات، فخلونا اجاوبكم على السؤال ده. الموبايل الوحيد اللي اتعمل بدون حافه سفليه كان الايفون 10، وده لان ببساطه الشيلد او الكابل اللي بيوصل بين الشاشه وبين البورده بتاعه الجهاز بيكون في اسفل الشاشه من تحت، اخر الشاشه من تحت خالص. فالطبيعي ان كل الشركات بتسيب الجزء الاخير اللي هو تحت في الشاشه ده، علشان لما تيجي توصل تقدر تنزل الشيلد ده من الشاشه وتوصله تحت بالبورده بتاعه الجهاز. طب ازاي ايفون 10 قدروا يتخطوا النقطه دي؟ الفكره ان ايفون لما راحت تصنع الشاشات بتاعتها، وهي بالمناسبه سامسونج اللي صنعت لها الشاشات بتاعه ايفون 10، قالت لهم ان هي محتاجه تتني الشاشات لتحت، يعني الشاشه بتاعه ايفون اكس نفسها متنيه لتحت، وبعد ما بتتني الشاشه بتاخد منه الكابل او الشيلد ده وتوصله بالبورده. علشان كده هي الشركه الوحيده اللي عملت كده. طب ليه باقي الشركات ما عملتش كده، وخاصه ان سامسونج على سبيل المثال هي اللي مصنعه الشاشه ديت لايفون اكس، فبالتالي بسهوله ممكن تعملها؟ في كذا سبب. السبب الاول انه تكلفه الشاشه السوبر اموليد لوحدها غاليه، وكمان بعد التقنيه ديت ان هي بتتني فيها الشاشه تكلفتها ارتفعت بسعر اغلى بكتير جدا. فالشركات بتشوف اوقات انه لا، انا ممكن استغل الفلوس اللي انا هدفعها في الشاشه دي كلها واجيب شاشه مثلا سوبر اموليد عاديه، والجزء الباقي ده اصرفه في مكان تاني او ازود بيه المواصفات بشكل افضل في الموبايل. الحاجة التانية انه بيخلي سمك الموبايل كمان اعرض بكتير من، لانه بياخد مساحة في عرض الموبايل، اعرض بكتير من السمك اللي الموبايل هيكون عليه. الحاجة التالتة انه محتاج تقنية عالية، والتقنية دي مش متوفرة في كل الشركات، يعني ممكن تلاقيها في ابل، ممكن تلاقيها في سامسونج، لكن مش في كل الشركات لحد دلوقتي. حتى الفايند اكس والفيفو نكس الاتنين برضو نزلوا فيهم حافة هي اصغر بكتير، بس لسه موجودة في الحافة السفلية، وبرضو ده كان جالي في سؤال تاني، للفايند اكس في حتة صغيرة من تحت، فهو ده السبب. السؤال اللي بعده بيقول، هل انت راضي عن عدد المشاهدات وعدد المشتركين في قناتك؟ بالتاكيد لا. لو جالي يوم رديت فيه عن عدد المشاهدات والمشتركين، ساعتها هقفل القناه دي، لان ساعتها طموحي هيكون مات. فلازم طول الوقت ما ابقاش راضي عن الوضع اللي انا فيه، علشان اقدر اوصل لاكتر بكتير من اللي انا فيه دلوقتي. بعد كده ابو محمد بيقول، هل اليوتيوب يعتبر وظيفه ذات ربح جيد يكفي الشخص، ام هو هوايه اكثر من مصدر دخل؟ هو مش انا بصراحه الشخص اللي ممكن بالظبط يجاوبك على سؤال زي ده، لان انا لسه تجربتي مش كبيره قوي. وبالنسبه لي لو هتسالني على تجربتي، لا طبعا انا عدد او المبلغ اللي انا صرفته على اليوتيوب لا يقارن باي حال من الاحوال مع اللي انا كسبته من اليوتيوب. السؤال اللي بعده من احمد، اول ما بدات كنت بتتفادى ازاي الدوشه اثناء تسجيل الفيديو؟ كنت بصور الفجر. بعد كده السؤال من عبده بيقول، ايه العوامل اللي بتوقف على سرعه الجهاز؟ اول حاجه، ودي حاجه محدش كتير يعرفها، هي الذاكره الداخليه او الروم. الذاكره الداخليه بيكون ليها سرعه وفي منها انواع، كل ما الذاكره الداخليه كانت اسرع كل ما ده حسن من اداء جهازك. تاني حاجه طبعا الرام، الرام له تردد وليه كمان اصدار، فالحاجتين دول بيأثروا فيه. وبعد كده طبعا المعالج بتاع الجهاز. في حاجات تانية بتأثر بس بطريقة اقل من الثلاثة اللي انا قلتهم دول. ازاي ميز بين الافضل في كاميرات الموبايل، بفتحة العدسة ولا بدقة الميجا بكسل؟ على سبيل المثال هتلاقي جهاز بدقة 25 ميجا بكسل وبيدعم 4K يكون اضعف في بعض اجهزة بدقة 12 ميجا بكسل، فما هو السبب وازاي اختار؟ حلو السؤال ده، وكنت عايز اتكلم في الموضوع ده من زمان، وممكن ابدا اجابتي بصدمه، ان الميجا بكسل وهم. مش معنى كده ان هي ملهاش تاثير، هي ليها تاثير بس مش اطلاقا هو اللي ممكن يتقاس بيه الكاميرا، يعني الميجا بكسل تقريبا ممكن تكون اخر حاجه ممكن تقيس بيها الكاميرا. دليل على كده ان في دلوقتي كاميرات دي اس ال ار موجوده في السوق بتلاقيها 10 و12 و20 و24 ميجا بكسل، مستحيل باي حال من الاحوال تتقارن بالكاميرات اللي موجوده في الموبايل. فكره انه كاميرا منظومه معقده جدا، يمكن من اكتر الحاجات اللي معقده في الموبايل هي الكاميرا، لانها معتمده على مراحل كتيره جدا. اول حاجه عندك العدسات بتاعه الكاميرا نفسها وعدد العدسات ونوعها، وبعد كده ادخل على السنسور. السنسور ده له حجم وله انواع. بعد ما تعدي السنسور ادخل على الايمج بروسيسنج، ده هاردوير او المعالج بتاع الصور، في منه برضو انواع. وبعد الايمج بروسيسنج في بقى الشركه نفسها بتعمل الايمج بروسيسنج ده كسوفت وير ازاي، معالجه الصور نفسها بتتم ازاي جوه من السوفت وير. وفي عندك كمان فتحه العدسه، مش فاكر اذا كنت ناسي حاجه ولا لا، بس كل دي عوامل بتاثر في الصوره النهائيه اللي انت بتاخدها بالكاميرا. فكونك هتنزل تشتري كاميرا موبايل لمجرد ان هي ميجا بكسل عالي او فتحه العدسه بتاعتها قليله شويه، ده ملوش اي علاقه صدقني بجوده الموبايل، ده بتاثر بس مش هي الفيصل خالص في جودة الصور اللي انت هتاخدها.
بعد كده السؤال من احمد بيقول: في ناس مش عاجبها حاجه من الموبايلات الموجوده دلوقتي في السوق حاليا في الفئه المتوسطه، وانا منهم. ايه توقعاتك للموبايلات اللي هتنزل من هنا لاخر السنه في الفئه المتوسطه، وهل تستاهل نستنى ولا لا؟ انا عندي معلومات مش مجرد توقعات، في من هنا، مش هقول لك لاخر السنه، في خلال الشهرين الجايين، يمكن حتى في حاجات هتظهر في الشهر الجاي ده، موبايلات فعلا هتنزل في الفئه المتوسطه، موبايلات قويه جدا وتستاهل ان الناس تستناها يعني. سؤال من احمد برده بيقول: انت ليه ما بتعملش فيديوهات توضح التقنيات بشكل عام من غير ما تتكلم عن موبايل واحد بشكل محدد، وكمان فيديوهات توضيحية لأنواع الشاشات في الموبايلات؟ أنا فعلا كنت بفكر في حاجة زي دي، بس يعني مش متحمس قوي لان فوائد كتير ما بتجيبش فيوز عاليه. فككم من فكره المشاهدات، لو انتوا فعلا محتاجينها سيبوا لي تحت في الكومنتات وقولوا لي ان انتوا محتاجين سلسله زي دي، وانا هعمل سلسله فيديوهات اعتقد انها هتفيد ناس كتيره جدا منكم، سواء المهتمين اصلا بالتقنيه او حتى المجرد عايز يشتري موبايل. السؤال اللي بعده من مينا وبيقول: ليه اغلب الشركات اخذت النوتش من ابل وما خدتش فكره الايدج بتاعت سامسونج؟ الاجابه ببساطه ان فكره النوتش مش مكلفه، هو بس مجرد ان هو دخل قطع حته من الشاشه، فما فيهاش اي تكلفه اضافيه على اي شركه. لكن فكره الايدج، الشركات اللي بتصنع شاشات ايدج قليله جدا. هي اولا التقنيه بتاعتها معتمده ان الشاشات في الاساس تكون اوليد، وعشان الشاشات تكون اوليد دي لوحدها تكلفه، وعشان كمان تعمل شاشه اوليد بكيرفات دي تكلفه اضافيه. ده بالاضافه ان سامسونج واحده من الشركات اللي قليله اللي بتعملها، وتكلفه تصنيع الشاشات اللي بتيجي بايدج بتكون مرتفعه جدا، فعلشان كده الشركات ما بتعملهاش. واخر سؤال معانا النهارده من محمد وبيقول: ايه سر التيشيرت ده؟ الفكره ان انا مش عايز اضيع وقت. يعني ايه الكلام ده؟ ستيف جوبز ومارك وكتير من التقنيين وقبلهم ناس قبل كده كانوا بيعملوا الفكره دي، ان هم بيفضلوا لابسين حاجه واحده طول الوقت، وده لسبب بسيط، لانه مش عايز لما يجي ينزل من البيت يفضل واقف قدام المرايه ويختار في اللي هو هيلبسه ويفضل محتار، فهيضيع وقت. الوقت ده هو شايف انه في حاجات اكتر ممكن تتعمل في الوقت اللي هيضيع كل يوم في مساله ان انا ممكن افضل اختار اللبس بتاعي. فهم عملوا الفكره اللذيذه دي، انه انا هشتري مجموعه من نفس التيشيرت وفي الاخر هبدل بينهم كلهم قدام الناس، هو نفس الشكل بس انا كل يوم مثلا بغير تيشيرت. انا خدت نفس التجربة دي بس بطبقها على حاجة محدودة اللي هي القناعة عندي. انا برضو شخص ممل شوية في موضوع اللبس، بفضل وانا خارج افكر كتير انا هلبس ايه، فما كنتش حابب ان انا لما ابدا افضل افكر كل شويه انا هقعد قدام الكاميرا بايه، وانا كنت عارف ان الموضوع ده هياخد مني وقت طويل جدا، فوفرت على نفسي وخدت نفس الفكره دي، انه خلاص طول ما انا على القناه دي هيفضل التيشيرت ده هو وكذا نسخه تانية منه بنفس الشكل هم اللي انا بظهر بيهم، علشان اول ما ابدا ادخل اصور يبقى خلاص هبدا في نفس الوقت، مش هفضل افكر انا هلبس ايه. بس ده كان فيديو الأسئلة، أتمنى يكون عجبكم، ولو عندك أي تعليق ممكن تسيبه لي تحت، وممكن تتابعني على الفيسبوك وإنستجرام من خلال الروابط الموجودة تحت في الديسكريبشن. أنا أحمد مدحت وكالعادة استنوني الفيديو الجاي.